السلام عليكم خوتي خواتاتي عيالات ورجاله، هانتو شوفوا اليوم قلت اليوم نشارك معكم واحد العشيوه سهله سهله ماهله. المهم هنا هانتو هنا هنا درت ها درت الفلفله باللوان، شتوها الفلفله باللوان، خيزوه بصله جوج ضروس تاع الثومه وخيزو بحال هكا تنجروه ما تحكوش، انا جروه بالموسى تحيدوا له القلب صافي. ودرت الكروفيت هذا سميتو هذا، شفتوا هذا الكروفيت الكبير والربيع وغير الملحه والبزار صافي. وهذه الشعريه الصينيه، شفتوا الشعريه الصينيه كنطيب فيها الطبق هكا. وهنا هذه الكاسرونه درت فيها الملح والزيت اللي غنسلق فيها لي بات، غندير لي بات، هادو لي بات بالشعريه الصينيه والكروفيت. لي بات غندير سباكيتي، هاني درت هاد الكميله باش نرجعها تصلق. نطيب بعد هاد الحشوه، شتوها هاد الحشوه كتجي بنينه 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 بنينه، هاد الماكله زينه، هاد الماكله تجي بنينه. المهم انا درت بحال نص كيلو تاع الكروفيت اللي درت، واحد كبير غلايض درت شي نص كيلو. هادي ماكله الراجل، شوفوا طليت في الراجل، ها انتم باش تعرفوا حنا شتي حنا شتي حنا شتي حنا هاد المسخوطه تاع بنات اسفي، ها كنطلعوا في الرجاله، ها لا تقولوا بنات اسفي سحارات، ها انتم شتو كنطلعوا فيهم. وانا دايره طويجين تاع ايام الفقر، ها طويجيني تاع ايام الفقر، ها انتم شتو طويجين تاع ايام الفقر، ايام حلاوه زمان اللي ما كان لا لحم لا والو. ها انتم عرفتوا اش كاين، ضرب لا لحم هاد الطاجين، دايره فيه القرعه، دايره فيه البسباس، فرشت البصله، درت البسباس، درت القرعه، درت خيزو غابر، ما درتش البطاطا، فهمتوا مع الريجيم بغيتش حيت بغيت ناكلو بخبيس، ما بغيتش ندير البطاطا باش ما ناكل. ودرت فيه هانتو هاد الفلفله، ودرت فيه اللوبيا، ودرت فيه الفول، ودرت فيه زويتينات، ودرت فيه شويه الزبيب، ودرت منه هاد الحويره والربيع. هذا طويجين تاع ايام الفقر ملي كنخلطو بطاطا خيلوطه وجايلوطه، عقلتو على خيلوطه وجيلوطه وهي اللي دايره فاتيحه اليوم. شتوها هانتو الطويجين تاع وادلاو، وادلاو هاد الطاجين راه صحي في الطياب ديال وادلاو جهه طيطوان، زين هاد الطاجين كيجي بنين. وهذا هو الطويجين اليوم، هذا الطويجين تاع ايام الفقر، نتفكر ايامنا. هانتو شتو زوين درتو، ونديرو تاع الخضره صحي، والراجل دايره له هاد الشيء وانا دايره ليا هذا. الراجل بغى لي بات، درت له هاد لي بات بالكروفيت، نبدل مره كنديرها بالكفته مره ندير هذا. ايوا هذا هو الاكله ديالي اليوم، وانتم اللي غنطيب كلشي ونخلط ونجلط لي بات، تشوفوا الشكل النهائي. الا تسعقلت غنوريكم الشكل النهائي، ما تسعقلت ما شتوني ما شتكم، راني وريتكم واش درت صافي، ونوريكم شكل الطاجين، هذا الشيء اللي عطى الله. يلا يلا خليكم معايا. وهانتوا اخوتي خواتاتو الشكل النهائي ديال سباكيتي بالكروفيت والشعريه الصينيه وبخيزو، هانتو شوفوا الشكل النهائي، راني الله حيت الغطايه، ها هي درتها، هذا هو الشكل النهائي ديالها. غنغطيها باش تبقى سخونه. هذا التبصيل الراجل، هذا عاد الراجل، وانا ها هو طاجيني، شوفوا الطاجين، طاجين تاع ايام زلط مخلط بالخضره، طاجين كان زين وعليه السر، كنا كنطيبو على العواد والفاخر وعلى العواد في الكانون، يعني مبن منو ما كان بلا لحم. هادو الطويجين بالخضره كامله، اي خضره درتها، ما درتش على البطاطا. المهم راه كاين خيزو لتحت مدرك تاع الطويجين صغيور. ايوا هو نغطيه، ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال العشاء ديالنا اليوم، شاركته معكم. ايوا شتو، ايوا هذا الطويجين هو اللي غنقعد نتبكبك عليه بخبيس، وهذا الشيء اللي عطين. ايوا هنا نخليكم والى اللقاء، وشكرا لكم خوتي خواتاتي المتتبعين ديولي خارج الوطن وداخل الوطن. ايوا انا شاركت معكم العشيوه ديالي.